بعد شهر من بدء الحفر بالموقع وبعد سنتين من اعمال التنظيف والدراسات لمولتها بلديه عنتقد وقامت فيها الدكتوره جوانا شحود وفريق عمل من طلاب كليه الاثار بالجامعه اللبنانيه نظم يوم مفتوح بموقع مارسيبا الاثري ببلديه عنتقد بعكار نظمته مديره الاثار بوزاره الثقافه بالتعاون مع الجامعه اللبنانيه كليه الاثار وبلديه عنتقد وهالموقع اللي يسجل على الخريطه السياحيه والاثريه والبيئيه بلبنان تم اكتشافه بالفتره الماضيه وبضم ثلاث معاصر زيتون بتعود للحقب البيزنطيه بين القرنين الخامس و والسادس ميلادي ومجموعة من القطع النقدية والأواني الفخارية وأغراض كنيسة بالإضافة إلى عدة الزراعة بالتأكيد الاكتشاف بيحمل أهمية تاريخية كبيرة بالنسبة للبنان كله كما بيساهم بتنشيط السياحة الثقافية والدينية لكامل المنطقة